عايزه اقول لحضرتك يا استاذ عماد ان انا وديجي النهارده لعبنا هزرنا وكلنا عملنا كل حاجه مع بعض، يعني لدرجه ان احنا تقريبا كمان اتخطبنا. مش كده يا دودي؟ انت قلت البابا؟ لا ما قاليش حاجه. ايه؟ او انت قلت لا بيقول انه قال لك. لا اه لا ده في اختلاف من الاول. قلت لك. قلت لي امتى؟ قلت لك. قلت له ايه طيب؟ فكره. قلت له فوق. طب خلاص افتكرت. ايوه صح. قال لك؟ قال لي انا اللي غلطان معلش. وانت موافق؟ موافق. قال لك ايه طيب؟ موافق طبعا. طب هو قال لك ايه بالظبط يا اونكل؟ قال لي ايه؟ قال لي انا خطبت طنط شيماء. طنط ايه؟ ماشي. طنط ايه؟ استاذه شيماء. واحد يقول لي خطبته ولا استاذه كده بيقول لي يا شوشو ده انا اصغر مني. اقول لك على حاجه؟ اه. انا بفكر اقلب الواد ابنك ده. عشان انا بحب اللون المسمر شويه والواد ده ابيض كالح. اه ابيض خالص. ايوه صح. اه فايه رايك؟ مش عارف. سامعك يا شوشو. شايفاه بقى بس يون. سامعك يا شوشو. طيب عموما انا كنت جايباكم هنا كنت ناوي اعمل حاجات كويسه، بس انتوا بقى اللي جنوتوا على نفسكم. ما دام انتوا الاتنين بتتريقوا عليا، واحد يقول لي طنط انا اقول لك البس السماعات. انت ده انت ليلتك معايا فله. البس السماعات. انا ده ايه؟ هو دوجي دانيال وحضرتك عماد فتمشي برضو دوجي. لا هبتدي احدد ده. احنا الاتنين انت عوعي وهو دوجي. يبقى مين حضرتك عوعي ايه؟ انا عوعي بالظبط وهو ايه؟ دودي. ماشي يا عوعي. نعم. اسالك بقى اسئله وترد عليا على طول. ماشي. عايزه اعرف انت تعرف ابنك لاي درجه؟ ممكن تقول لي ايه اكتر اكله هو بيحبها؟ اكتر اكله هو بيحبها البيتزا. البيتزا. طيب دلوقتي اطلب من دودي. يا دودي ايمن شيلي السماعه حبيبي. تعالى شوف المصايب والبلاوي اللي عندنا. تعالى هسالك اسئله ماشي وهترد عليا. اوكي. ايه اكتر اكله بتحبها؟ انا بحب البيتزا. غلط. باباك قال انك بتحب البرجر. ايه اكتر اكله مش بتحبها؟ كوارع. غلط. باباك قال لي ان اكتر اكله بتكرهها البيتزا. يا خساره. طب بتشجع فريق مين؟ الزمالك. ده قال لي انك اهلاوي اصيل. يا نهار ابيض على الاخطاء الكرويه. لا بصوا انا مش هكمل لانه واضح كده من بدري ان الفجوه كبيره، وانا دلوقتي لازم اتخذ معاكم موقف حاسم وقوي لانه خلاص العيله دي فيها تفكك اسري. ان انا دلوقتي احاول اغير حاجات بسيطه في مخ والدك علشان يحاول يبقى متماشي معاك. عندك مشكله؟ لا. طيب تمام. اتفضل يا استاذ دانيال. ميرسي قوي يا دودي ان انت وافقت. اتفضل يا استاذ عوعي. قوم معايا. طب انا هعمل ايه بعد كده حضرتك؟ انا هعمل ايه ان شاء الله؟ اقعد انت ساكت خالص. دي كانت غسلت الاوتوماتيك وقلبتها. انا بعمل اجهزه. اتفضل ادخل. قوم يا دودي. قوم يا دودي دوس على الزرار. انا زرار. اقفل الباب جامد كده على بابا. ايوه هو اتقفل خلاص. ايوه دوس بقى على الزرار. انا الزرار اللي هو اللي قدامك ده. ايوه ده. ايوه ده وريني كده دوس. تعالى بقى خد امجيلي هنا كده. امجيلي هنا كده على الطقم اللي انت عايزه عشان لما يجي المحاسبه. امجيلي هنا. هنا؟ هنا. ايوه امجي. ايوه بس كده. شكرا. هي اقعد بقى. يلا عارف لو ما اتغيرتش يا بابا. اقعد بقى. حط السماعة ورا ظهرك. اطلع يا أستاذ عوعي. دانيال ابني اقفل الباب يا عوعي. اقفل الباب وراك. انت صغرتني ليه كده؟ دانيال ايه اللي طلع لك ده؟ ينفع تصغرني كده؟ اقدر اروح الصغر ازاي؟ خش يا بابا. خش يا بابا. خش خش هنا يا استاذ عوعي. خش هنا. خش لو سمحت. خش تاني. خش اعمل ايه؟ لا انا دخليه تاني لو سمحت. ايوه يدخل تاني. وبعدين ما هو ده باباك خلاص. ما احنا هنرجعه. هترجعه ازاي يا حبيبي؟ المكنه دي بتشتغل مره كل 24 ساعه. خدوا بقى روحوا. نعم. انا عايز ارجع لجسمي القديم. ما انا مش عارفه اعمل ايه والله. ده ابن حضرتك هو اللي مضى ووافق على كده اهو. حتى شوف الامضاء حضرتك. انا اعمل ايه بقى؟ انتوا هتحيروني معاكم؟ انت ازاي تعمل كده؟
انا ما عملتش حاجه. قال لي ايه؟ انت صغرتني. قال لي دوس على الزر الاحمر. قال لي دوس على الزر اللي قدامك. انت ازاي تدوس على الاحمر؟ اروح الشغل ازاي انا دلوقتي؟ مش هيعرفوني اصلا. معاك حق. اجيب لكم فلوس منين واكلكم؟ يا لهوي، ولا تسوق ازاي؟ ده ممنوع على الاطفال اللي زيك السواق. هتقضيها تكاتك بقى. معلش يا استاذ عوعو اتشعبط. سيب صاحبي بقى زي صارك. اتصدق صح، ده انا مش واخده بالي. طب هز كده عشان اتاكد انها مش باروكه. اهو شفت نفس حركتك يا دانيال. يا لهوي نفس الحركه. قوم لا عشان نروح لامك. قوم يا حبيبي. معلش قوم يا دانيال. خد ابوك وامشي. خلي بالك يا ابني وانت بتعدوا الطريق بقى. روحوا اي حته. ايه ده؟ انا رحت. ايه يا دودي بقى، ايه الاخبار؟ الحمد لله. اقعد على رجلي باباك. تعال بوسه. ممكن بقى اخر سؤال يا استاذ عوعو؟ اتفضلي. حضرتك اللي على دماغ ابنك ده شعره ولا باروكه؟ شعره. طب ممكن تشده لنا كده نتاكد؟ ما هو اهو. طب هزه كده يا دودي اخر مره عشان نتاكد. خلاص كفايه صدقتك. يلا خد باباك بقى وامشي قبل. يا جميله يا خلاص يا ناس على الضحكه الحلوه. ازاي دلوقتي انا وانتي هنقعد نلعب مع بعض؟ ماشي، بس مش عايزين نضحك، عايزين نكشر. تعرفي تكشري؟ وريني كده تكشرتك. لا جامد اكتر من كده. ايوه هي دي. بصي هنعمل اول سباق مع بعض، هنشوف مين فينا اللي هينفخ البالونه اسرع. تعرفي تنفخ؟ بس انا مستعجله. حاولي. ما ينفعش هنا تقولي ما بعرفش، لازم تعرفي كل حاجه عشان انت شاطره. حاولي نشوف هتوصلي لحد فين. خدي اللي عايزه دي. عايزه دي؟ خدي اختاري اللي انت عايزه. ماشي انا هاخد انا دي. يلا 1 2 3. برافو. لا بصي بصي هقول لك ازاي. بصي بقى استنى وقفلي كده. ايوه كده وقفلي عليها تاني. انفخ انفخ انفخ. هاتي امسكها لك، هاتي امسكها لك عشان يلا انفخ انفخ. ايه اللي حصل ده؟ فرقعت؟ فرقعت ازاي؟ طيب يلا بصي دلوقتي بما انه البالونه بتاعتك فرقعت يبقى انت ايه؟ خسرتي ولا كسبتي؟ خسرتي. فاللي بيخسر هنا بيترش. 1 2 3 خلاص. يلا هنروح بقى التحدي التاني. العين نضاره بقى. هنروح التحدي التاني. اوعي بقى تكسبيني احسن ترشيني بقى انت كمان. ماشي يلا التحدي التاني. بتعرفي تعملي وشوش بتضحك؟ يعني ايه؟ بصي انا هوريكي، انت كشري وانا هعمل لك وش بيضحك. لو ضحكتي يبقى انت ايه اللي خسرانه. ماشي يلا كشري كده وخليكي بصاله. 1 2 3 ضحكتي. لا ما ضحكتيش يبقى انا اللي خسرت وانت هترشيني. استني رجيها جامد، رجيها جامد الاول. يلا 1 2 3 دوسي جامد. دوسي. استني انا مستنيه اهو. بدوس جامد. ماشي عايزه ايه دلوقتي انتي؟ بصي دوسي انتي. دوسي ادوسي انا اغرق نفسي. بصي يا ولد 1 2 3 كفايه كفايه. حرام عليك يا جميله، حرام عليك. ما كانش العشب كده تغرقيني كده كده. يلا دلوقتي هنروح للتحدي الاخير. تعرفي تشربي عصير؟ اه بعرف. بسرعه؟
هنجيب كوبايتين عصير ونشوف مين فينا اللي هتخلص العصير بتاعها اصلا. هتبقى هي اللي كسبانه. اوكي يلا هاتوا لنا بقى العصير. 1 2 3 ابتدي. يلا بسرعه بسرعه بسرعه، برافو عليكي. غمضي عينك كده وانت بتشربي، هتشربي اسرع. غمضي عينك، غمضي عيني، غمضي عيني، فتحي خلاص، فتحي بقى عشان تشربي جامد. يلا ستوب، التايم خلص. وريني كده. الحمد لله العصير ده شبعني قوي. وريني كده. ايه ده انت لسه ما خلصتيش؟ ده انا خلصت الكوبايه بتاعتي كلها. يبقى انت للاسف انت اللي خسرتي، وهعاقبك عشان تعدي معايا المرحله دي. اوكي يلا. ايه اكتر اكل مش بتحبيه؟ استني هسالك. انا معاك اهو، انا عارفه ان بتحبي الهدوء والتاني، انا خدت بالي من ساعه ما كنتش متانيه. كلي منها مره او اتنين، هنشوف كده حسب. مره. ايه مره؟ انا هاكلك انا. طيب عشان ما تحسيش. طب مره واحده. ماشي هشوف، لو اكلتيها حلو يبقى مره واحده، لو اكلتيها وحش هيبقى ماشي. بس كشري كشري. ايوه يلا افتحي بقى. يلا حلوه قوي. بس مش عايزه تاني. ايه مش عايزه تاني؟ ليه مش عايزه تاني؟ مش انت بتقولي حلوه؟ خد. مش انت بتقولي حلوه؟ اه بس مش هي، مش يعني مش حلوه قوي، يعني مش عايزه تاني. انت عسل، وانت خلاص كسبتي معايا في المرحله دي. وشو الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ لا انا هقولك، الجهاز ده جهاز كشف الكذب. انت بتكذبي؟ يعني عمرك ما كذبتي في حياتك؟ كذبتي؟ بس كانت مره. مستعد؟ مستعد. يلا اسمك ايه؟ ياسين. برافو. هلا احمد زهره. عندك كم سنة؟ 7. يعني بكرة إن شاء الله هيبقى عيد ميلادي، المفروض النهاردة بس عشان ده امتحان فأنا مامي هتعمله لي بكرة. حاسس إنك مبسوط ولا حاسس إنك قلقان؟ مبسوط. حاسة كده وبعدين أرجع كده، حاسة كده وبعدين أرجع كده. تحب المدرسة؟ آه. أول ما أصحى بحس إن أنا مش عايزة، بس لما أروح بحس إن أنا عايزة. يعني أنت بتحبي النوم؟ طب قولي مين أكتر حد بتحبه في المدرسة؟ مالك. مين أكتر بقى مدرس ما بتحبهوش؟ مستر عزت. ليه بقى؟ عمل إيه مستر عزت؟ هو ما بيخلينيش أروح في حتة الكبار. بحب البنات. مش بتحب البنات؟ شوية شوية. ماشي. عارفة مستر عزت؟ إيه؟ ده يبقى جوزي. وأنتي ما بتحبيش جوزي. ده ينفع؟ بتحبي مستر عزت؟ ايه اكبر مصيبه عملتيها في حياتي؟ وده كان زمان. مش فاكره او فاكره شويه حاجات. فاكره كل حاجه. كنت زمان كاني بحب حد.
عايزة أعرف بس حاجة أخيرة، شايفني رفيعة ولا تخينة؟ تخينة. شايفني تخينة؟ أنا تخينة؟ لا. يعني أنا إيه؟ رفيعة. مرسي.